راس عمر 3 سنوات التي لم تربح مشاهدي الكرام، فتحت البوابات على بركة الله لتنافس الجياد عمر 3 سنوات التي لم تربح على مسافة 1650 متر. قيمة الجائزة 27,000 ريال. يبدأ الانطلاق، الجنتل في المركز الأول، محاولة سندري في المركز الثاني، وفراز في المركز الثالث، والجنتل يبدأ الانطلاق بشكل قوي في صدارة هذا الشوط. والمركز الثاني ما بين فراز وأيضا من قبل سندري التي تحاول أيضا أو الذي يحاول في هذا الشوط سندري، والصدارة للجنتل. إذا مشاهدي الكرام 13 حصان في مواجهة فرس وحيدة في هذا الشوط، والصدارة للجنتل في المركز الأول، والمحاولات تأتي من سندري في المركز الثاني، وأيضا محاولات فراز وبن جيلاني تتقدم الآن، محاولات يسلم الآن للتقدم من الخارج الآن. هذه الأسماء المرشحة لهذا الشوط، وأيضا راهد في ظهوره الأول. مشاهدين الكرام تجتاز الجهة علامة 800، والجنتل في الصدارة، محاولات يسلم المركز الثاني، راهد يتقدم أيضا لمحاولات يسلم، وبن جيلاني تتقدم، ومحاولات أيضا لفراز، والصدارة ليسلم في هذه اللحظات المركز الأول، محاولات من بن جيلاني للدخول والمباغتة، ويسلم في الصدارة، يبتعد بالمركز الأول كأحد الأسماء المرشحة، وبقوة يسلم في المركز الأول، محاولات من قبل راهد في أول ظهور له في سباقات المصيف ليحتل المركز الثاني، فيما يسلم ينتزع الصدارة والمركز الأول ويعلن فوزه بالمركز الأول.